عشان نشوف كمية الاستهتار عند المتسابقين بالقرارات، يعني اللي ينزل من السماء تلقاه القاع. كنترول جاهز ملخص؟ أعطونا إياه. عليكم، مساكم الله بالخير، مسي عليكم بالخير وعلى السادة المشاهدين. يعني بما أن احنا نذكر الأشياء والأخطاء، خلونا نستدعي مثال رائع. إن فارس الحربي بيكون من المخلدين في برامج الواقع. إذا عطوا فارس 1000 درجة الله بالجوال وما يجيك إلا عندي. خصم موازع 5000. أنس الميموني خصم 3000 نقطة. ركان السهلي خصم 18000 نقطة. محمد بن ملحم 24000 خصم يوم كامل. كان وباسم ممنوعين من فقرة البورصة، وأيضا محمد الملحم. تدري أنا رد ولا ما رد؟ ها خصم 24000 بعد لباسم. يعطيكم العافية شباب وحرمان، حرمان من البث طبعا. هذا آخر ما صفيتوا به يا أخواني المتسابقين، هذا آخر شيء. يعني بالله القرارات كلها العين والرأس، بس أنت يا باسم كنت تقول دبلها. بالله كم تبغى؟ 48؟ 48 يا جمهور باسم، معناها أنا ما عاد أبغى البرنامج. جمهور باسم، إذا المتسابق حقكم قال دبلها، معناها الرجل ما عاد يبغى دعم. شكرا لكم، إلى هنا وقفوا الليلة، بيض الله وجيهكم. باسم خلاص ما عاد مقدم في ذا البرنامج كثر ما قدم. دم هذا آخر كلمة قررها أنه يقولها قبل ما يسحب منها المايك بكرة، دبلها يا جمهور. بيض الله وجيهكم، سداد إلى اليوم سداد. شوفوا لي محمد الملحم بالله، وبعدها باسم إذا هم فاضين نشوف قراراتهم. ممنوع من البث من الليلة؟ 24 ساعة من لحظة القرار. من الليلة ولا من بكرة؟ المفروض لا من الليلة، من الآن إلى بكرة.